السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. متتبعين شيوات ام العربي، غادي نوجدوا مع بعضياتنا واحد الكلاصاج ميغوار اللي شفتوا معايا درتو معكم في الكيك. ما بغيتش نديرو حتى هو مع الكيك باش ما يجيش الفيديو ديال الكيك طويل. غادي نحتاجو فيه جوج كلاصاج ديال الشوكولات، واحد اسود وواحد ابيض كيف شفتو. بالنسبه للاسود غادي نحتاجو فيه الكلاصاج الاسود، غادي نحتاجو فيه 50 غرام ديال السكر سنيده، 30 غرام ديال الكاكاو المر، 50 مليلتر ديال القشده الطريه، 80 مليلتر ديال الماء، وجوج وريقات ديال الجيلاتين. الطريقه سهله ديال هذا الجيلاتين وهذا الكلاصاج. ممكن الا ما بغيتوش في هذيك الكاكله اللي درت لكم بالكلاصاج مغبغي ما بغيتوش ديروهم بجوج، يعني ما ديروش هذا الكلاصاج مغبغي، تكتفيو غير بهذا الشوكولات، هذا الكلاصاج الاسود. اول حاجه غادي ناخذ جوج وريقات ديالنا ديال الجيلاتين وغادي نديرهم في الماء بارد على هذا الشكل، وغادي نخليهم حتى يرطبوا لينا على هذا الشكل، نخليهم جانبا. دابا غادي ندوزو لطريقه تحضير هذا الكلاصاج اللي هي سهله بزاف. اللي غادي ناخذ كاسرونه غادي ندير فيها القشده الطريه، الماء والكاكاو المر، غادي نخلطهم مزيان، والسكر سنيده عفوا، وغادي نديرهم في البوطه وغادي نخليهم حتى يغلاو ليا ويذوب هذا الكاكاو وما يبقاش وقع حبيبات، يعني يذوب هذاك السكر سنيده. هنا كيف كتشوفوا درتو فوق النار، غادي نبقى نخلط حتى يغلى لينا ويذوب هذاك السكر. هنا كيف كتشوفوا بدا كيغلى لينا، صافي غادي نزولوه من النار. هنا زولناه من النار كيف كتشوفوا، ها هو. دابا غادي نضيفوا ليه هذوك جوج وريقات ديال الجيلاتين اللي فزقنا مع بعضياتنا، نعصروهم من الماء ونخلطهم، نبقى نخلط حتى تذوب لي هذيك الجيلاتين في هذا الكلاصاج. حتى تذوب لي كامله، هنا من بعد ما ذوبت هذيك الجيلاتين ديالي غادي ناخذ الخلاط وغادي نحطو الوسط ونبدا نخلط باش ما تبقى ليا حتى شي حبيبات. صافي، هنا غادي ناخذ واحد زليفه وغادي ناخذ صفايه وغادي نصفي فيها هاد الكلاصاج ديالنا كامل. وغادي نخليه على جنب حتى يبرد لينا او يدفى. غادي ندوزو نوجدو الكلاصاج ديالنا ديال الشوكولاته ابيض. دابا غادي ندوزو نوجدو الكلاصاج الابيض اللي فيه 100 غرام ديال السكر سنيده، 100 غرام ديال الشوكولاته ابيض، 100 غرام ديال الجليكوز، 80 غرام ديال الحليب مركز محلى، وغنحتاجو 3 د الوريقات ديال الجيلاتين وشويه ديال الملون ابيض. في كاسرونه غادي ناخذ كاسرونه غادي ندير فيها السكر سنيده، وغادي نضيف ليها حليب مركز محلى. اول حاجه غادي نضيف لها هاد الجليكوز، قلت كل حاجه منها 100 غرام، هادو السكر الجليكوز والشوكولاته ابيض، 100 غرام 100 غرام 100 غرام. وغادي نضيف الحليب المركز المحلى 80 غرام،
غادي نديرهم فوق النار يذوبوا ليا مع بعضياتهم. اللي نسيت ما ذكرتش في المقادير هو 50 غرام ديال الماء، قلت 100 غرام غليكوز، 100 غرام شوكولاط، 100 غرام سنيده، 80 غرام حليب مركز محلى، و50 غرام ديال الماء، ثلاثه الوريقات الجيلاتين وشويه ديال الملون ابيض. غادي نديرهم دابا فوق البوطه يغلاو ليا. وهاد الجيلاتين غادي نديرها دابا هنا باش يذوبوا ليا الوريقات. هادو راهم اربعه، لكن ورا هادي غير ثلاثه الوريقات، تهزت ليا اربعه صافي. وغادي نخليها حتى ترطاب ليا، ندوزو نديرو الكاسرونه فوق البوطه. كيف كتشوفوا درتهم فوق البوطه غير يغلاو ليا ويذوب داك السكر، ونكملو حتى تم التحضير. هنا كيف كتشوفوا طلعت لينا فيه الغليه، صافي دابا غادي نطفي عليه النار. هنا من بعد ما داب ليا غادي نضيف ليه هذاك الشوكولات بلون، وانا كنحرك، وغادي نضيف ليه هاد ثلاثه الاوراقات ديال الجيلاتين اللي ذوبناهم في الماء، يعني غير باش وغادي نبقى نخلط حتى يذوب ليا هاد الشوكولات مزيان. وغادي نضيف ليه دابا شويه ديال الملون، غادي ناخذ هاد شويه ديال غير نقيطه ديال الملون بحال هكا، باش يجيني غير اللون لامع بزاف، ابيض بزاف، ابيض البيوطه اللي باغين. وغادي نضيف ليه شويه قطيره ديال الماء فين يذوب ليا. هانتوما على هاد الشكل غير باش نذوبو، لان انا عندي الملون غير بودره. صافي وغادي نخلط حتى البياض ليا. ويذوب ليا هاد الشوكولاتة، بغيتو انا يذوب، باقي ما عطانيش اللون اللي بغيت، فخديت شويه من هذا الخليط ودرته في زليفه باش هذاك الملون يهبط كامل. نزيد نخلط حتى يذوب لي كل من العناصر مع بعضياتها. هذا هو البلاصاج ديالنا، حتى هو غادي ندير ليه الخلاط نفس الطريقه، نخلطو غير شويه باش ما تبقى لي حتى حاجه من الكويرات. وغادي نصفيه، وها هو الخلاط ديالنا ديال الكراساج من هنا. ولا عندنا الكلاصاج الابيض جاهز والكلاصاج الاسود جاهز. انا بحاجتي في الكلاصاج هذا ميغوار، ما بغيتوش يجي الكحل غالب على الابيض، انا بغيت الابيض يكون غالب على الكحل، لهذا هذا الكلاصاج غادي ناخذ منه شي ربعه ديال المعلقات ونحاول نخويهم غير بحال هكا. واحد، نديرها ثلاثة، وهذا اللي بقى ليا غادي نخبيه في الثلاجة الوقت اللي بغيتو. غادي نعاود غير ندفيه ونديرو كلاصاج نابي بيه شي كيك. غادي ناخد دابا هاد القضيب وغادي نبدا نديرها هكا، وما نديرهاش بزاف غير شوية صافي. وغادي وها هو جاهز باش نصبوه فوق الكيك ديالنا. ديالنا من بعد ما بردات وخرجتها من المجمد، فدابا غادي نبدا نفرغ فوق منها هذاك الكلاصاج.
كيف كتشوفوا. كيجي على هذا الشكل رائع بزاف، جربوه وردوا عليا الخبر. كيف ما كتشوفوا كلاصاج ساهل نوجدوه في الدار، كيغرب التجربه ملي نشوفوه في المحلات. ونحاولوا نقادو الجناب غير بهكا بالمعلقه، نحاولوا يهبط لنا كامل باش يغطي لي الكاك ديالنا. دابا غادي ندخلو الثلاجه وغادي نخليه على الاقل واحد 4 ديال الساعات وعاد نطلقوه باش نقدموه مع بعضياتنا.